أهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة المتابعون، لازلنا نتواصل مع حضراتكم مع تواصل أشواطنا في هذه الفترة الصباحية، وهذا شوطنا 21 يسير وينطلق، ونتعرف وإياكم لما يحدث وما يسير في هذا الشوط. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط والقيادة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، من تحتل المركز الأول هذه حربة عود ملكيتها الخجيم بن علي بن حمد العذبة المري، من تقود هذه الجموع بهذه القيادة الحكيمة بينما هنا على المركز الثاني، ومن تتقدم على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات نتابع من تتقدم من الجانب الأيمن، شعار هنا شعار حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، من يتقدم من الجانب اليمين في هذه اللحظات والدور والنقلة عند المركز الثالث، من تحتل المركز الثالث هذه بنت الشاهينية محمد بن فرج بن جابر بن ذيبان المري، وعلى المركز الرابع وصول وتقدم هنا من قرام محمد بن علي الشراب، من يتواجد مع قرام، وبالمناسبة نتقدم بالتهنية لجابر بن زيد بن علي الشراب على فوز الشحانية وتقديمها في أول أشواط هذه الفترة الصباحية وحصولها على أفضل توقيت زمني يتسجل معنا في هذا اليوم، وقطعت المسافة في 4 دقائق 29 ثانية 5 أجزاء من الثانية. أهني وأتقدم بالتهنية لجابر بن علي لجابر بن زيد بن علي الشراب، والتهنية موصولة لوالده زيد بن علي الشراب، كما نهني أيضا علي بن زيد الشراب بهذا الناموس وأفضل توقيت يتسجل مع هذا الشعار. دخول وتسلل في هذه اللحظة مع نفس شعار الشحانية، من فازت معنا بأول أشواط هذه الفترة الصباحية. الوصول في هذه اللحظات حملة رقم 57 غير مدونة عندنا، ولكن ستصلنا المعلومة. هذا شعار الشراب، نعم شعار الشحانية يسيطر على المركز الأول من واقع الشعار، من واقع الشعار شعار الشحانية المملوكة لجابر بن زيد بن علي الشراب، من فازت معنا بالفترة الصباحية، ولكن سنتعرف عليها بعد أن تصلنا المعلومة عنها كاملة. ولكن نتابع المركز الثاني من الجانب الأيمن، من الجانب باليمين الدخول والتسلل في هذه اللحظات. نتابع وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، من غيرت مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هنا التغيير من الغزالة عبد الرحمن بن راشد بن محمد آل بحيح، من يتواجد مع الغزالة على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث. شوفوا الدخول شوفوا التغيرات مشاهدينا الكرام، أول الواصلون هنا مشاهدينا الكرام، هنا متعبة هزاع بن سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري، وتواجد أيضا ووصول أيضا من أبراج فهد بن محمد بن حمدان بن رغش الحجري، من يتواجد على المركز الأول في هذه اللحظة والمركز الرابع. الله يا سلام شوفوا التغيرات، شوفوا الدخول، وصول هنا من متعبة هزاع بن سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري على مستوى المركز الثاني، ووصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل الظفرة حمد بن عقاب بن سعدي الرمالي الشملي، من يتواجد، ولكن هنا وصول ودخول وتسلل. يا سلام الشاهينية حمدان بن سعيد بن مرزوق العسكري على مستوى المركز الثاني، العسكري على المركز الثاني، ولكن بنروح مع المنصوري مع متعبة هزاع بن سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري، وبنقول أسعد الله صباحك بهذا الناموس يا المنصوري يا بن سالمين، هزاع بن سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري، تهانينا من ميدان الشحانية إلى شقائنا بدولة الإمارات. المركز الثاني وصلت فيه الشاهينية حمدان بن سعيد بن مرزوق العسكري، المركز الثالث وصلت فيه الشحانية لسعيد بن راشد الزعبية، أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع أبراج لفهد بن محمد بن حمدان، أما المركز الخامس فوصلت على المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل الجازي لعلي بن شريان بن محمد المري. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون لكل الفائزين
متعبة أتت في الأمتار الأخيرة واحتلت المركز الأول بكل جدارة وبكل استحقاق. هزاع بن سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري نتقدم له بالتهنية على فوز متعبة بالمركز الأول بعد أن فازت بهذا الشوط. هذه لحظة وصولها قطعت المسافة في 4:44.83 تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت على المركز الثاني هنا مشاهدينا الأفاضل الشاهينية قطعت المسافة في 4:45.31 تهانينا لحمدان بن سعيد بن مرزوق العسكري على هذا الناموس. أما المركز الثالث فوصلت هنا مشاهدين الكرام الشحانية قطعت المسافة في 4:46.81. هذا هو توقيت الشحانية. تهانينا لسعيد بن راشد الزعبي على فوز الشحانية وتحقيقها بالمركز.